مرحبا، معكم الشيف خولة السيف. خلوني أقول لكم بعض النصايح وشون تشترون التفاح وتخزونه بطريقة صح وتحافظون عليه. دائماً لما نروح السوبر ماركت بناخذ التفاح بطريقة عشوائية. أول نصيحة، لازم نختار التفاح الطازج، ولازم نشوف التفاحة الغير متعفنة وما فيها بقع سوداء ولا تشققات ولا ثقوب. وأفضل طريقة علشان نحافظ على التفاح ويكون طازج نحطه في الثلاجة، لأنه راح يحافظ على مستويات العناصر الغذائية وراح يكون طازج ومحتفظ بالعصارة.